بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في رحلتنا، وهنتكلم النهاردة إن شاء الله على الـ Enter AS Options. طبعا لما بتتعامل مع Service Provider أو أنت موجود في Service Provider بتديل with Customers، قد يكون الكاستمر اللي أنت بتلينك أو حد قدم له سيرفيس معينه محتاج ان السيرفيس بتاعته يحصل لها اكستند او اكستنشن في حته تانية هي لا تخضع لسيطرتك انت كسيرفيس بروفايدر، يعني موجوده في مكان انت مالكش كنترول عليه، فبالتالي انت محتاج تسيجنال او تكلم حد تاني عشان ايه، عشان تقدر توصل الكاستمر بتاعك ده للايه، للسايت بتاعه او للمنطقه اللي هو عايز وصل له. وبما ان انت مالكش كنترول على المنطقه دي، بقى في اوبشنز انت بتتعامل من خلالها عشان توصل للراجل ده. قال لي انت دلوقتي سيرفيس بروفايدر ومعاك الكاستمر الفي اي بي ده، وعايزين نوصله لمنطقه اخرى من الدوله او منطقه اخرى من دوله تانية او whatever. فانت دلوقتي الراجل اللي عايز يوصل في المنطقه دي او الكاستمر اللي موجود ده عايز يوصل في منطقه تانية، الحته اللي فيها دي في سيرفيس بروفايدر مختلف عنك خالص، فانت بتروح بقى ايه تنيجوشيت معاه او تتكلم معاه او تريكويست ان انت تستخدم الانفراستراكشر بتاعته عشان ايه توصل الراجل ده ايه المنطقه اللي هو عايزه. النيجوشيشن زي ما قلنا بيتم في ايه، في اوبشنز، يعني في اختيارات موجوده قدامك، تختار اوبشن اي او اوبشن بي او اوبشن سي، او تستخدم حاجه اسمها الايه، السي اس سي، الكارير سبورتنج كارير. اول حاجه نتعرض لها اللي هي الايه، الاوبشن اي. ايه موضوع الاوبشن اي ده؟ قال لي والله لو تتذكر ان احنا معانا الكاستمر الجميل بتاعنا اللي هو راوتر 72 ده، الفلوتوراما سيستم 200، الراجل ده طلب ان هو عنده سايت مثلا موجود في دبي مثلا او في اي دولة من دول العالم، وليكن مثلا السايت التاني بتاعه هو ده. فانت دلوقتي المنطقة اللي هتعدي عليها يحكمها او بيغطيها او بيعمل عليها كنترول الاوتونوموس سيستم ده 65000. طيب انت دلوقتي الراجل ده بيقول لك انا عايز في بي ان كونكشن، انا عايز الينك التو سايتس دول. فانت كبروفايدر بتعمل ايه؟ بتروح تكلم الناس اللي في الاوتونوموس سيستم ده، تمام، وليكن مثلا يعني اس تي سي او ما اعرفش مين اللي شغال في الامارات، بروفايدرز في الامارات، او اي تي ان تي شغال في البيك او الحاجات دي. بتقول لهم والله انا عايز ايه، اتعامل معاكم، معايا كاستمرز محتاج اوصلهم من خلالكم للايه، للفروع بتاعتهم او للاماكن البعيده بتاعتهم. فدلوقتي انت هتناقش معاهم على ان انت تستخدم اول اوبشن في الخيارات المطروحه في الريكوست فور كامن، الحاجات الستاندرد الموضوعه واللي هي الايه، الاوبشن. طيب الاوبشن ايه بيقول ايه عشان انت توصل الراجل ده بالناس اللي فوق او بالسايت بتاعه اللي فوق ده. هو اوريدي الكاستمر بيلينك مع بروفايدر تاني في المنطقه اللي هو ايه موجود فيها فوق، هو الاوتونوموس سيستم 65000. انت كبروفايدر دلوقتي المفروض تعمل ايه؟ هنا انت فودافون دلوقتي، هتروح تقول يا جماعه يا اللي موجودين في الاوتونوموس سيستم 65000، انا معايا مجموعه من الكاستمرز، مش كاستمر واحد، عايز اوصلهم من خلالكم انتوا بالايه، بالاماكن البعيده بتاعتكم. طيب الموضوع هيمشي ازاي؟
قال لي والله بص لو انت هتستخدم الاوبشن دي فانت كل في ار اف عندك، كل كاستمر عندك عايز يروح للحته دي او الحته البعيده دي هيستخدم البروفايدر اللي فوق، هتيجي عند الراجل الايدج ده وتكاريت ايه سب انترفيسز، او لو ليك اكتر من لينك معاه تستخدم فيزيكال انترفيس ديفر. يعني في حالتنا هنا هنستخدم سب انترفيس. قال لي كل سب انترفيس بتبلونج لايه لفي ار اف خاص بكاستمر من الناس اللي انا عايز اوصلهم. يعني مثلا مثالنا اللي كنا شغالين بيه، انا كان عندي الكاستمر راوتر 72 والكاستمر 71 هنا، عندي 2 كاستمر 2 في ار اف 2 ديفرنت في ار اف. قال لي عند راوتر 2 اللي هو الايدج ده اللي فوق هنقسم الانترفيس اللي بنلينك بيها مع الراجل اللي في الاوتونوموس سيستم تاني ده هنقسمها نصين، سب انترفيس يخص ال في ار اف 71 وسب انترفيس تخص 72. وفي المنطقة دي انا هتعامل عادي جدا كأنه بقى ايه كاستمر لكاستمر، يعني انت بتتعامل مع كاستمر هنا وهو بيتعامل معك كأنه ايه كأنك انت كاستمر برضه. طيب هل في اي ليبلز هتتحط في الحتة دي؟ قال لي لا ما فيش ليبلز، مجرد configuration عادية او BGP relationship عادية او BGP relationship عادية، وهو بيكريت لك VRF وانت بتكريت VRF وخلاص كده. والراجل ده بيتولى ان هو ايه يبعت الترافيك بتاعك اللي جاي من الكاستمرز بين الحتة التانية او الحتة اللي فوق. خلينا نبص برضو على شوية نوتس كده. يقول لي في الاوبشن A the architecture defines the VPNP model in which customer send their route to the service provider in order to transport them to the remote location. ده purpose ان هو بيجي لك اصلا في المقام الاول. بيقول لي in this model the complexity of route transportation is offloaded by the customer to the service provider offering the service. And basic method for chaining SPs together are defined in the request for comment 4364. يعني لو عايز اي details خاصة بالانتر AS option او اتصال ال service provider وبعضهم ببعض تروح لل request for comment اللي رقمه ايه 4364. The inter AS option A and B and C. So we have option A. So what's option A? Simplest of the interconnection options. ده يعني أبسط نوع أو أبسط موديل في الإيه في تواصل السيرفيس بروفايدرز مع بعض. ده أبسط نوع من حيث الكونفيجريشن، أبسط نوع من حيث الامبلمنتيشن، لكن في مشكلة هو بيقول عليه not scalable، مش كويس في عملية السكيلابيلتي. يعني لما الكاستمرز بتزيد والعملية بتوسع يصبح الاوبشن ايه not efficient، مش كفء او مش كفاية او مش البيست كيس سيناريو بتاعك. بيقول لي the ASBR of each AS defines the interface or sub interface per VRF. ايه الـ ASBR ده؟ الـ ASBR اللي هو الـ Autonomous System Boundary Router كمصطلح، اللي هو الراوتر اللي بيكون عليه الـ Edge Router او الـ PE هنا. راوتر اتنين ده هنقول عليه ASBR، لما هيلينك مع حد تاني يبقى ده ASBR في Autonomous System وده ASBR في Autonomous System. في الـ ASBR احنا زي ما قلنا بنحدد ايه بن defines an interface. لو انت عندك اكتر من interface بتحدد كل interface بتدخلها في VRF وتروح للبروفايدر التاني، ولو عندك interface واحدة بتروح تقسمها لسب interfaces وكل sub interface داخلة في VRF معين. Okay. Once defined the SBR will instantiate the VRF assigning the sub interface to the VPN. يبقى كل sub interface بتخش في VRF، VRF ده بإيه؟ بيحصل عملية تماثل من ال
البي ار اف بتاع الكاستمر اللي موجود ايه اللي موجود تحت هنا زي ما هنشوف بعد كده. This need to be done per VPN requiring AS enter AS service. The sub interface facing the other AS doesn't transport label traffic. That's why I told you there is no traffic needed in this area here between the between two service providers using option A. You don't need labeling in this area here. So the MPLS layer 3 VPN is not extended. ال label وال VPN V4 بتقف هنا ايه عند الراجل ده. So here where am I? Not extended, it's simply chained. Yeah, تم ارتباطها مع حد دي. Each AS of the inter AS interconnection can select freely the IGV and the label distribution protocol of their own. يعني ان يقول لك والله ان السيرفيس بروفايدر هنا بيستخدم ال دي بي والليبل اللي هو عايزه والمنطقه اللي فوق الراجل بيستخدم الايه الليبلنج اللي هو عايزه بالشكل اللي هو عايزه بالاي جي بي اللي هو عايزه. ده حاجه وده حاجه ثانيه. But this solution works very well when the number of VPN and number of routes to transfer is small or small. لما تبقى الكاستمر قليلة عدد ال VRF قليل it's okay to use option A. Okay, so here this option works very well when the number of VPN and number of routes to transfer are small. Some of option A advantages are easy to understand. زي ما نشوف سهل في الفهم سهل في implementation deploying also and the troubleshooting. Clearly define demarcation point between the provider. يعني demarcation point يعني نقطة الانتهاء انت بتنتهي فين الحتة دي دي troubleshoot في الحتة دي ما بينك وبين البروفايدر التاني يبقى بحدد demarcation point يعني دي البوينت اللي انت بتقف عنها عندها في نهاية البروفايدر بتاعك ودي النقطة بتاعت البروفايدر الجديد ودي النقطة بتاعت اتصالك مع الكاستمر. Clearly defined demarcation point between provider and policing and filtering and accounting per VPN over one single point. تعمل sub interface لكل VRF. فأنت عندك تقدر تعمل ايه filtering في الحتة دي. Flexibility and the protocol selection per AS and between ASVR. So you can use per VRF. You can use whatever protocol you need to exchange update. You as a service provider and the other service provider. But the real limitation of the option A is the scalability of the solution. The isolation of the VRF per VPN at the SPR is accomplished by defining one sub interface per VRF, one VRF per VPN. The VRF needs to be instantiated on the SPR, يعني instantiated, يعني زي ما في VRF هنا اسمه router 72 لازم يتكريت هنا VRF اسمه router 72. On EBGP, FBGP is used routing session per VRF زي ما هنشوف كمان شوية في الاوبشن. So the inter AS option A has some advantage that makes this option very popular. The simplicity, the flexibility, and it defines a clear demarcation as we said mentioned before earlier here and easy deployment. Its advantage when your customer getting bigger, large, too many VRFs, it's going to be poor scalability and hard to support enterprise quality of service transparency. We'll talk about this later when we finish in احنا دلوقتي محتاجين نطبق الاوبشن A عشان نوصل السايد ده
اللي هو راوتر 72 بالسايد بتاعه اللي موجود في دولة تانية في حتة تانية في بلد تانية، ومحتاجين نوصل برضو راوتر 71 اللي هو بيلينك معايا هنا بالسايت التاني بتاعه وليكن مثلا الراجل ده. تعال نشوف الموضوع هيتم ازاي. طيب تعال بقى نشوف الامبلمنتيشن بتاعت الاوبشن ايه هتتم ازاي. ناخدها ستيب باي ستيب. اول حاجة انت جالك الكاستمر في يوم اكس، الكاستمر خبط على الشركة اكلمك في التليفون معرفش ايه، قالك احنا عايزين ايه نشتغل ام بي ال اس معاكو، انتوا شركة محترمة والامور تمام، فاحنا ايه وي نيد تو جست ساين ذا كونتراكت. فحضرتك بقى ايه خلاص هتخش في مرحلة الامبلمنتيشن، هنعدي مرحلة البيبر وورك كلها ونخش في مرحلة الامبلمنتيشن. ده البي ايز بتاعك بروفايدر ايدج بتاعك، وده الكاستمر راوتر بتاع الراجل اللي هيشتغل معاه. عند البي اي بتاعي اللي هو راوتر 11 طبعا احنا محتاجين نشوف او نكريت له ال VRF بتاعه، ونشوف لو هو موجود غير شو اي بي VRF. We have the VRF already configured. خلاص هل الانترفيس موضوع جواه شو اي بي VRF انترفيس؟ يس 03 is already. هل انت دلوقتي بينك ما بين الكاستمر استلمت راوت؟ هل في الراوتينج تيبل بتاعك شو اي بي راوت ار اف 72؟ يو دونت هاف اني، ما عندكش راوت، يعني الكاستمر بعتلكش حاجه عشان ايه توصلها له في حته ثانيه. خلاص طيب ليه؟ ببساطه شديده ان احنا تقريبا ما عندناش راوتينج بروتوكول مع الكاستمر. شو ران section BGP we don't have any connection any some kind of IGP or BGP between us as a provider and the customer. Let's configure the BGP. طبعا الراجل ده موجود في VRF، اتصالوا معانا في VRF، انا لازم ادخل في الادرس فاملي VRF بتاع الكاستمر address family IPv4 VRF router 72 ونبتدي نقوم ال BGP relationship بيني وبين الكاستمر. طبعا هنا الانترفيس بتاعتي 172.0.72. الريموت AS 200. As soon as you put the command here, we have the BGP relationship with the customer. So now we can see some routes showed up in the VRF routing table for this particular customer. Show IP route the VRF. Router 72. So we have our suite loopback 72.2.2.2. يبقى كلامنا منصب بقى على الشبكة دي اللي الكاستمر عايز يعلمها للناس اللي ايه؟ للناس اللي موجودين في حتة تانية. السؤال دلوقتي انا عندي راوتر 2 دلوقتي هو اللي هيبقى الـ ASPR في الاوبشن E بتاعي. راوتر 2 يا اما دلوقتي هيبير دايركت مع 11 او بيبير من خلال الريفلكتور. Right? So let's check router 2. Show IP BGP or show run section BGP.
nothing. We have nothing here. Children section, VRF, we have nothing. كويس عشان تبقى الخطوة يعني الأمور ماشية واحدة واحدة. يبقى هنا في الـ Enter AS Option A خلينا نحط الـ Steps اللي احنا هنمشي عليها. اول حاجه انت ك ك ك ك سيرفيس بروفايدر فودافون عملت كونكشن مع الكاستمر بتاعك هنا سيرفيس بروفايدر كرييت اور لينك بروفايدر واللينك لوكال كاست هيلينك ازاي؟ احنا هنكريت له VRF سميناها ايه؟ راوتر 72 وشغلنا معاه ايه؟ اكستشينج ابديت باستخدام البي جي بي دي اول خطوة بينك ما بين الايه ما بين الكاستمر هنيجي بقى على الـ ASPR اللي هو في حالتنا هنا راوتر 2 اول حاجة قال لي تعمل instantiated VRF what's instantiated قلنا تماثل زي ما موجود VRF للكاستمر عند الـ PE11 هنعمل VRF خاص بـ 72 او للكاستمر ده عند راوتر 2 فوق okay. ده اللي هنعمله هنا فوق Config IP VRF راوتر 72 هنعمل له RD اللي المفروض اعمله ايه تاني دلوقتي اني اشوف الراجل ده بيكسبورت ايه عشان اعمله امبورت هنا مش كده انت في 11 الراجل ده بيكسبورت بالقيمة دي فانت هتروح ايه تامبورت هناك طيب اللينك بقى اللي بيني ما بين البروفايدر التاني هنا على هنقطعها حتة دون اللينك دي نبص على اللينك دي اللي هي الاي 01 عندي من ناحية خليني اقفل ده مش محتاج انا غير لينك واحدة بس اشتغل عليها مش راح عليها show run interface E01 mainly يعني انت الانترفيس الاساسية انت مش محتاج عليها IP address اصلا ماشي انت محتاج تقسم الانترفيس دي لsub interfaces ممكن تسيب الـ IP عادي مش هيفرق معانا مش هنحتاج له اصلا ولا هيضايقنا بحاجة هنروح نقول interface 01 dot ونقسم بقى نحط السب انترفيس نمبر هير because you're dealing with VRF 72 خلينا نقول ان ده 72 VRF 72 بما ان انا هقسم الايثرنت لينك للسب انترفيسز
So you need the encapsulation, the dot 1Q encapsulation. لأن أنت هتتعامل هنا دلوقتي بمبدأ الإيه؟ التاجنج، الفيلان تاجنج. أوكي؟ أنا هقول له encapsulation dot 1Q واديله طبعا رقم ال dot 1Q tag هنخليها 72 بورت. ونحط الـ IP address اللي هيبقى على السب انترفيس دي. ولكن بيني ما بين راوتر 13 هقول ان الادرس هيكون انت عاوز تحط الفي ار اف عشان هيروح الاي بي VRF forwarding router 70 and IP address 2.72.255.255.0 Done. كده انا قسمت الايه اللينكه بيني ما بين الراجل ده. تعالى برضو عند 13 هو طبعا هيعمل معاك نفس الحدوته. يبقى انت هنا كبروفايدر كفودافون بتعامل الراجل ده از كاستمر والراجل ده بيعاملك از ايه از كاستمر. يبقى انت بتحطه في ار اف هو بيحطك في في ار اف. شوف هنا في اي في ار اف VRF. Let's create the VRF. يعني هو ممكن يكريت لك اي VRF بقى اي اسم اي بتاع مش قضيتي دلوقتي. بس عشان تبقى العملية متماثلة هنقول ان برضو VRF كام 72. IP VRF forward. IP VRF router 72. The RD is whatever 13 بعد كده هنقول ان الراجل ده دلوقتي هياخد منك الابديت هنا هيرميه لفوق صح كده فلازم يعمل له اكسبورت لفوق عشان الراجل ده يعمل له امبورت هنا route target export هنقول مثلا 13 بس 13 2 لان هيبقى في حاجه ثانيه خلينا نقول 13 72 كاريت برضو سب انترفيس عند راوتر 13 ديشور عن انترفيس 00 we don't need the main IP address interface 00.72 encapsulation dot 1q 72 IP VRF forward R72 IP address 200.0.72.30 طبعا mainly انت ما بتستخدمش سلاش 24 تستخدم سلاش 30 ما ينفع استخدم سلاش 31 لو قلنا هنا ال الادرس 192.168.1. وانا هستخدم زي ما قلت هنا سلاش 31 هيبقى انت عندك بالمنطق المعروف نتورك اي دي وبرودكاست مفيش هوستات كده صح؟ قال لي خلي بالك انت لو استخدمت 31 اصلا انت
هتلغي المبدأ بتاع النتورك اي بي والبرودكاست. بمعنى ان لو انت استخدمت الاي بي ده سلاش 31 يبقى ده هيبقى هوست واللي وراه معاه هوست. لو ده سلاش 31 وده سلاش 31 الاتنين يكلموا بعض. بس مش هيبقى عندك نتورك اي دي برودكاست اي دي. طيب وبعد كده 192.168.1.2 2 و3 يكلموا بعض، 4 و5 يكلموا بعض. طب 1 و2 يكلموا بعض؟ لا، لغاية هنا الأمور تمام. الموضوع ده بيحصل على البوينت تو بوينت لينك، ما يحصلش على الإيثرنت. تمام، خلينا نجربها. لو بالشكل ده انا اللي خلينا استخدم اصلا بعد كده سلاش 30 في البوينت تو بوينت. يعني مثلا انا دلوقتي زي ما بستخدم الاي بيز مثلا لما اخلص ما استخدمش مثلا سلاش 30 خالص، استخدم سلاش 31. استخدم سلاش 31 واعتقد ان برضه هي مستخدمه في بيئه السيرفيس بروفايدر. لو عندنا لا عندنا انا عشان لاقي اكسس على الكور ان تو اند من اول يعني لغايه بس قبل الهوب بتاعت البيكسل بس حتى في راوتر معاه كل البوينت تو بوينت سلاش 30. انا بعمل اي بيز بتاعتي كلها عمري ما عملت سلاش 31 دي خالص. ربما كان في معايا كلاينت في امريكا بيقول احنا بنستخدم السيناريو ده. بس انا لو ده كده انا ده حاجه كويسه جدا. تعال نشوفها الانكابسوليشن. لو هنا التريبل بي او الاتش تي سي مين بوينت تو بوينت عند راوتر 2 وراوتر 6. لو قلت له انترفيس خلينا نجربها على الايثرنت انترفيس ايثرنت وليكن مثلا اي 00 it won't accept it. say IP address 192.168.1.1 divided 55 تبقى كام في الاخر 254 right ولا 253 يعني 252 كده سلاش كام؟ سلاش 30 صح؟ سلاش كده ايوه 254. It says here warning using slash 31 mask or non point to point interface cautiously. Not point to point. So do show run interface 0. Actually, it took it. In 2, interface actually took it. كنا عايزين link him in موصلين بكام 0 0. You show is brief 0 0 seems in the 0 0 up do show cdb neighbor 0 0 we don't think the name. Okay, let's link 0 0 0 0 تعال نجرب بس لغاية على السيريال لغاية ما نشوف موضوع الإيثرنت. نلغيه من هنا. أوكي. انت
interface serial 11 IP address. ستة راوتر ستة خد واحد على السيريال. راوتر اتنين المفروض ياخد كام؟ ياخد اتنين ينفع؟ حسب السيناريو اللي ماشي ده وده جروب ده وده جروب ده وده جروب. مينفعش واحد واللي قصاده يبقى اتنين، مينفعش. لازم يبقى واحد واللي قصاده صفر. Let's ping zero. So you have a reply. Okay. Well, let's try the Ethernet. Will work or not? You show. Yeah, we have a link 100 here. Well, let's remove the IP address. Put it in 00. The Ethernet and serial interface. Actually, yeah, to be honest, I didn't try it with the Ethernet before. It's just point to point, it's always the logic. But eventually, it can be worked on the Ethernet. طيب ممكن ما بس تروح حتى 31 ثاني عشان انا بس كنت رحت الحمام. اوكي ال سلاش 31 معناها ان انت عندك two اي بي ادرس. You don't have network ID, you don't have broadcast. So جميل. The zero is host, the one is host. الاثنين مع بعض يعني connected, يعني في reachability ما بينهم. طب لو خليت واحد واللي قصاده اتنين هيشتغل؟ لا يعني ستة المفروض لو خليت دي اتنين وهنا دي كام؟ زيرو مش هتبنج. لو قلت له بلو بنج زيرو لو خليت دي اللي قصادها واحد كده خليت ايه واحد واثنين بس عشان تطلعوا زيرو واحد. انا خليت راوتر ستة اتنين وخليت ده مازال زيرو فما بنكش مشتغلش. طب هخلي ده اتنين وده واحد برضو مش هيشتغل. بس لما خليت زيرو واحد اشتغل. زيرو واحد هيشتغل. اتنين واحد ما يشتغلش. ايه اللي يشتغل؟ اتنين وثلاثة اللي ورا بعض على طول. يعني ده اتنين ستة اتنين هتخلي راوتر اتنين ثلاثة. الورنينج انت ما يعني ما بتستخدم يعني دي مش بوينت تو بوينت شغال ايثرنت فورنينج ده بس على الايثر على البوينت تو بوينت لينك. وانت تعمل ده على البوينت تو بوينت. طب السؤال هل تقدر تقوم بي جي بي او ريبو ريليشن شيب على السيناريو ده؟ يس يو كان. انت ما عملت موضوع السيريال ليه ده؟ عشان اصلا مينلي ان هي بوينت تو بوينت يعني الحدوته دي بتعملها بوينت تو بوينت. السيريال بوينت تو بوينت. But eventually you can do it over ethernet. It's
it's working. يعني انا ممكن احط اشغل بي جي بي هنا ما بين ده وده على سلاش 31. You can do it. It's doable. يا شباب. اوكي. احنا خرجنا من موضوعنا. ماشي. خلينا نكمل في فيديو تاني عشان